تحتضن ولايتنا وعلى مدار يومين الطبعة الخامسة من فعاليات البطولة الجهوية لكرة القدم ما بين المساجد بمشاركة 5 ولايات في بادرة تربوية غاية في الأهمية لترقية الروح والرقي بها. نحن نؤكد على هذه الأمانة، أمانة الأخلاق، لأن هي الأساس في النجاح وأساس في الرقي وأساس لتبيان أن المساجد تعمل لترقية الروح وتعمل كذلك لترقية البدن بالشراكة مع إخواننا في مديرية شبيبة والرياضة.